سهولة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع أتاحت بيئة خصبة لنشر وتبادل المعلومات بصورة غير مسبوقة، ما زادت معها الشائعات المغرضة التي تهدد الاستقرار والأمن المجتمعي. وزارة الإعلام نشرت على حسابها الرسمي في تويتر مقطع فيديو حذرت فيه من تداول وترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. We'll be right back.